اهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات مطور موقع. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن حاجه هتفيدك سواء كنت في هندسه سواء كنت في حاسبات. طبعا هي تكمله لكورس الداتا كوميونيكيشن اللي احنا بداناه من 6 فيديوهات قبل كده، وده الفيديو السابع واللي قبل الاخير. وهنتكلم فيه عن الانالوج تو ديجيتال كونفرتر او الاي دي سي. الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده شكل من اشكال البي سي ام او شكل من اشكال الموديليشن، يعني بشكل عام عشان نقدر نخلي الاشاره بتاعتنا تتحول من الانالوج التناظريه اللي احنا خدناها قبل كده او عرفناها قبل كده، نحولها لشكلها ديجيتال اللي هي كلها 1 و 0 او اللي هي تعتبر شكل من اشكال الانتجرز او الارقام الصحيح اللي تقدر تتعامل معاه واللي الكمبيوتر يقدر يتعامل معاه. فخلونا نبدأ على طول، وأهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع. هنشوف دلوقتي تحويلة الأنالوج للديجيتال، إزاي نحول الإشارة من شكلها الأنالوج لشكلها الرقمي، يعني نحول الإشارة من أنالوج سيجنال لديجيتال سيجنال، ودي استخداماتها كتيرة جدا في الحياة بتاعتنا. إشارة جاية لك من كاميرا، جاية طبعا تناظرية، الدنيا كونتينوس، فاحنا عايزين نحولها لشكل رقمي عشان نبدأ نسيفها في الهارد بتاعنا، في كارت الاس دي بتاعنا، في أي حاجة، وهكذا في الصوت، وهكذا في اي ديفايس تاني. عشان نعمل العمليه بتاعه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر او اللي هي البي سي ام، بنعمل كذا حاجه. اول حاجه السامبلنج او زي التقسيم بتاعي او تبسيط الاشاره، بعد كده بنعمل كوانتايزيشن، واخر حاجه بنعملها هي الكودينج. ليه بنعمل كده؟ عشان الديجيتال سيجنال هي اسهل في عمليه البروسيس، يعني بنقدر نعمل عليها بروسيس بسهوله. ده كان شكل الاشاره الانالوج مثلا، هندخلها على السامبلنج هتطلع خطوط بالشكل ده، بعد كده نعملها كوانتايزيشن عشان نخليها بالشكل ده، وفي الاخر نشفرها او نحولها لوحايد واصفار بتاعتي. عمليه السامبلنج زي ما بنقول كده بالعربي، قطع اشارتك بالطول او اللي ياخد منها عينات يعني. فعندك ادي الاشاره كانت الانالوج بتاعها كده، وطبعا في تي اس او اللي هي التايم بتاع السامبلنج، فممكن تاخد على شكل بالسز كده اللي هي امبليتيود اللي هي ايديال، ده الشكل الايديال بتاعها، او ممكن تاخد الناتشرال الشكل الطبيعي انك بتاخد مقاطع كامله منها، او في فلات توب اللي هو بتاخد مقاطع بس بقيم ثابته، وحي يعني عند القيمه دي وتاخد حته منها وتاخد حته منها. ده الشكل يعتبر الاقرب للحقيقي، بس ده اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو الايديال سامبلنج. طيب ازاي نختار افضل تايم لعمليه السامبلنج؟ بالنسبه لقانون نيكوست كان ان الاف اس قالك بتساوي 2 اف، يعني ان انت اقل حاجه عشان تحصل على اشاره قريبه من الاشاره الحقيقيه هي ضعف الفريكوانسي العادي بالشكل ده، يعني هتاخد مثلا مقطع هنا ومقطع هنا ومقطع هنا، فهتطلع لك الاشاره بالشكل ده بتاعنا. طيب لو خدناها ب 4 اف هتلاقي ان انت خدت سيمبلز اكتر، هي ممكن تكون اوضح سنه او بقت باكتر وضوح، لكن ما فرقتش كتير عن اللي قبليها. طيب ايه اللي يحصل لو خدنا اقل من ال 2 اف؟ اقل بقى من قانون نيكوست اللي هو بالشكل ده، مثلا خدنا كل وقت معين هتلاقي الاشاره بتاعتك باظت عن شكلها الاساسي، فده طبعا ما ينفعش، فيبقى اقل حاجه هي ال 2 اف. ممكن تزود تحسينها ل 4 اف، ممكن تزود احسن من كده او خلاص، لكن ما ينفعش تقل عن ال 2 اف. بعد كده ندخل على عمليه الكوانتايزيشن. الكوانتايزيشن ان احنا هنقطع الاشاره بقى اللي طلعت لنا سيمبلز دي او عينات لارقام بقى ثابته، يعني تعتبر انتجرز. فبقى احنا في ليفل معين، او زي ما يكون بدانا نعمل ليفل، ليفل 0 1 2 3 4 5 6 7، ونشوف دي مثلا الاشاره الاولى دي كانت سالب 6 وحاجه، فهي تبع ليفل 2 مثلا او ليفل 3، تشوف انت تبع انهي ليفل ونسبه الخطا اللي ممكن تحصل في الاشاره بتاعتك قد ايه، وكده مثلا تديها كود في الاخر اللي هو 2 5 7 7 6 2 1 2 2. فكده انت قدرت
ان انت تطلع الاشارة بتاعتك بشكل خلاص كوانتايز، ده هي ارقام انتجرز. طبعا ممكن تحولها الباينري ان هي الاتنين تبقى 10، الخمسة تبقى 101، السبعة 3 وحايد وهكذا. فيبقى انت قدرت تخلي الاشارة بتاعتك خلاص ديجيتال بالكامل اهي، عن طريق الثلاث خطوات اللي قلناهم، السامبلينج والكوانتايزيشن والانكودينج. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم. لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك، وما تنساش تشوف الحلقات والحكايات والكورسات اللي فاتت، واستنى الحلقات والكورسات اللي جاية، واشترك في القناة عشان ما تبقاش من الهواة.